تعرف ان الرئيس محمد نجيب اتولى رئاسة مصر مرتين مش مرة واحدة؟ المرة الأولى من 18/6 سنة 1953 لحد 25 فبراير سنة 1954، والمرة الثانية من 27 فبراير سنة 1954 إلى 14 نوفمبر سنة 1954. يعني تقدر تقول إن الرئيس محمد نجيب كده ريح يوم في النص اللي هو يوم 26 فبراير سنة 1954. يعني ما تعرفش ليه، هل الرئيس كان أجازة في اليوم ده ولا إيه بالظبط؟ أكيد في ناس كتير من حضراتكم عارفين كان ليه، فطبعا لو حد عارف هيرد عليا في الكومنتات، لكن المعلومة بالنسبة لناس كتير هتكون جديدة لانج، إن الرئيس محمد نجيب اتولى رئاسة مصر مرتين مش مرة واحدة، والمرتين بيفصل بينهم يوم 26 فبراير سنة 1954. قول لي في الكومنتات كنت تعرف المعلومة دي ولا لا، ولو عارف وليه فصل يوم قول لي برضو في الكومنتات. تعرف ان الرئيس محمد نجيب ما يعرفش تاريخ ميلاده؟ يعني ما يعرفش هو اتولد امتى؟ والله زي ما بقولك كده، الرئيس محمد نجيب فضل محتار بين 3 تواريخ ميلاد. التاريخ الاول هو 28/6 سنة 1899، والتاريخ الثاني هو 20 فبراير سنة 1901، والتاريخ الثالث هو 7/7 سنة 1902. عايز اقولك ان الرئيس محمد نجيب عاش ومات وما يعرفش تاريخ ميلاده الحقيقي من دول فين، وده لانه اتولد في السودان، لان ابوه كان بكباشي في الجيش المصري وكان ملحق في الجيش المصري في السودان، وفضل محمد نجيب طول حياته ما يعرفش التاريخ الصح او هو اتولد امتى بالتحديد، لكن التاريخ اللي كان موجود في ملف خدمته هو 20 فبراير سنة 1901. يعني تخيل اول رئيس لجمهورية مصر العربية ما كانش يعرف تاريخ ميلاده ايه؟ لو اول مرة تعرف المعلومة دي قول لي في الكومنتات، ولو ما كنتش تعرفها قول لي برضو في الكومنتات. تعرف ان السبب اللي خلى الضباط الاحرار ينقلبوا على الملك فاروق هي حرب فلسطين؟ الجيش المصري لما راح حارب في فلسطين وطلعت اشاعات كتير ان في اسلحة فاسدة، الجيش المصري اتصدم. ساعتها قرر الضباط في الجيش المصري انهم اول ما يرجعوا مصر، ده لو رجعوا، هيرجعوا ينقلبوا على الملك، لانهم اعتقدوا ان الملك هو اللي كان متعاقد على الاسلحة الفاسدة دي، والملك فاروق فعلا اتهم في الاسلحة الفاسدة دي، واصابع الاتهام كانت بتشير اليه ان هو اللي تعاقد على الصفقة الفاسدة دي. وطلعت الإشاعة دي وانتشرت في الجيش المصري كله. وقتها قرر الضباط الأحرار أول ما نرجع مصر هنخطط على الانقلاب على الملك ونطيح بالملك من حكم مصر، ولازم نطهر مصر من الإنجليز ومن الحكم الملكي، لأن الضباط الأحرار حسوا بالهزيمة وبمرارتها. عايز أقولك إن هو ده السبب الحقيقي لقيام ثورة يوليو سنة 1952، مش بس علشان كان بيتردد إن الملك فاسد أو الملك زير نساء أو الملك بيشرب خمر أو إن الملك مميز ناس عن ناس. وعايز أقولك إن أنا مش مع حد ضد حد، لا أنا بأيد الملك ولا أنا بأيد الضباط الأحرار، لكن انا بعرض حقائق تاريخيه للنقاش. تعرف ان جمال مبارك كان بيتم فعلا اعداده علشان يصبح رئيس جمهوريه؟ يعني التوريث كان حقيقه، ما كانش اشاعه ولا حاجه. والدليل انهم سالوا مصطفى الفقي في بدايه التسعينات وقالوا له ايه رايك في جمال مبارك لو مسك رئيس جمهوريه بعد والده، وكان رد مصطفى الفقي هنا غريب جدا، قال لهم لو مسكتوا سلوك الكهرباء بايديكم مش هينفع يمسك رئيس جمهوريه غير في حاله واحده بس. قالوا له ايه هي؟ قال لهم لازم يدخل اكاديميه عسكريه ولازم يكون من ضمن الجيش علشان يقدر يوصل للحكم، غير كده ما تحاولوش. يعني الرئيس مبارك ومن حوله كان عندهم الفكره موجوده ان جمال مبارك يصبح رئيس جمهوريه، لكنهم اخطاوا انهم ما دخلوش جمال مبارك أكاديمية عسكرية وكان تدرج في الرتب علشان يقدر بعد كده يوصل الحكم ويبقى هو رئيس الجمهورية. لكن مصطفى الفقي قال لهم طول ما هو مدني استحالة يمسك حكم مصر، والكلام ده مش على لساني، ده كلام مصطفى الفقي والكلام ده موجود ومسجل، يعني أنا ما بألفش ولا حاجة. يعني تم أخذ رأي مصطفى الفقي قال لهم الكلام ده، ده كلام مصطفى الفقي مش أنا، والكلام ده موجود في لقاءات تلفزيونية ومسجل، مش هتخسر حاجة لو ضغطت لكم طبعا.